صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. رمضان شهر البر صار مودعا والعيد قد وافى على الأبواب صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا معنا برحلتنا الصباحية لليوم. آخر شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون هالشهر حمل معه كل الخير، كل السلام لكم ولبيوتكم ولعائلاتكم. أكيد فقرات عديدة ومتنوعة رح نسلط الضوء فيها على كثير من القصص والمواضيع يلي بتهمكم. تحيتنا الأولى والدائمة لأبطالنا حراس الأمان والسلام، أبطالنا في الجيش العربي السوري، الله يحميكم برا وبحرا وجوا. أكيد بدي صبح على نرمين. يسعد صباحك نرمين. يسعد صباحك سالي، كيفك اليوم؟ تمام، كيفك أنت؟ تمام رواق. أكيد بدي صبح على كل مشاهدي الإخبارية السورية، عم نطلع عليكم بحلقة جديدة خلال أيام شهر رمضان المبارك باليوم 28. فقراتنا مثل ما قالت سالي متنوعة وغنية، وضيوفنا من مجالات مختلفة. رح نتطرق خلال فقرتنا الطبية لأحد أبرز الأمراض الشائعة وهو التهاب الأعصاب. أيضا رح نحكي أو رح نتوقف خلال نهاية الشهر الكريم بموضوع الدراما السورية ومتابعة المسلسلات، وبفقرتنا الأخيرة رح نكون مع فقرة مميزة كتير بعالم الهاند ميد كونه العيد قرب على الأبواب. مثل كل يوم سالي أكيد بدنا نشكر مطعم قصر اللؤلؤ اللي عم نطلع عليه خلال أيام الشهر الكريم. فاصل ومنبدأ. نرمين، كثير من التفاصيل بحياتنا ممكن نجهلها بيكون سببها أو أثرها سلبي أم إيجابي. وبفقرة هل تعلم مجموعة من المعلومات الجديدة يلي ممكن تثبت لنا المعلومة الصحيحة، خلونا نتابع سوا. معلومات كتيرة ممكن تكون معروفة للبعض منا، وبنفس الوقت نفس هاي المعلومات من الممكن أنه تكون جديدة وغريبة للبعض الآخر. هل تعلم أن القطط تستطيع أن تستشعر بوقوع الزلزال قبل ربع ساعة من حدوثها؟ هل تعلم أن 85% من الناس يتنفسون
من خلال فتحة أنف واحدة فقط. هل تعلم أن الماء الساخن يتسبب في كسر الزجاج السميك بسهولة أكبر من الزجاج الرقيق؟ لذا تجد أن أنابيب الاختبار مصنوعة من الزجاج الرقيق. وأخيراً، هل تعلم أنه توجد في كاليفورنيا لمبة لا تزال تعمل منذ 110 أعوام؟ سالي، مثل كل يوم نتعرف على أبرز الأحداث يلي شهدها هذا اليوم واللي هو 2 حزيران، رح نتعرف عليها سوا بالمادة التالية. اليوم 2 حزيران، بمثل هالتاريخ سجلت كثير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1800 ظهور لقاح الجدري لأول مرة في أمريكا الشمالية. بعام 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. بعام 1896 غوليلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. بعام 1966 مركبة الفضاء الأمريكية سيرفر 1 تهبط على سطح القمر. تاريخ 2 حزيران شهد ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1840 الروائي الإنجليزي توماس هاردي والذي اشتهر بالواقعية في العصر الفيكتوري. وفي عام 1857 الشاعر الدنماركي كارل جيلروب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1917 والذي أسس ما عرف بحركة الاختراق الحديث في الأدب. بعام 1930 الممثل والمخرج المصري أحمد توفيق. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 2 حزيران. نهاركم سعيد. من المشروبات الرمضانية اللي كتير طيبة، يمكن ما كتير العالم بترغبها، ولكن إذا وجدت على المائدة الرمضانية العرقسوس. كيف العرقسوس؟ أنا ما كتير بحبه صراحة. ها شفتي؟ بس مفيد. أي مفيد أكيد. ورح نتعرف على نبتة العرقسوس بالمادة التالية. العرقسوس أو كما يسمى بنبات السوس، موطنه سوريا، مصر، المناطق الوسطى في آسيا وأوروبا، وهو أحد النباتات الشجرية ويصنف ضمن النباتات المعمرة، ويمتاز بالمذاق الحلو وله أكثر من 12 نوعاً. فوائد العرقسوس: علاج اضطرابات المعدة والقرحة. فقد أشارت إحدى دراسات إلى أن استخدام مستخلص يحتوي على مركبات الجلابريدين والتي توجد في جذور العرقسوس وهي فعالة في تخفيف اضطرابات المعدة، إلا أنها تساعد على قتل البكتيريا. علاج التهاب الحلق. فقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن الغرغرة بمحلول هذا النبات مدة دقيقة إلى 15 دقيقة قبل إجراء العمليات الجراحية قد قلل بشكل فعال من الإصابة بالتهابات الحلق. تقليل التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الغدة الكظرية بسبب إنتاج هرمونات الكورتيزول والإدرينالين بشكل مستمر، وقد تخفف مكملات العرقسوس من هذا الإجهاد. كما يمكن لمستخلصات جذور العرقسوس أن تحفز هذه الغدة، من ما يعزز المستويات الصحية للكورتيزول في الجسم. علاج عسر الهضم الوظيفي. حيث يمكن لاستخدام جذور العرقسوس مع غيره من الأعشاب يمكن أن يساعد على تخفيف الآلام المصاحبة لعسر الهضم الوظيفي الذي يتصف باضطراب مزمن في الجزء العلوي من البطن. أخيراً، امتلاك خصائص مضادة للميكروبات، حيث يمكن لجذور العرقسوس أن تعالج بعض أنواع العدوى الفطرية
وبعض أنواع العدوى البكتيرية التي يصعب علاجها مثل المكورات العنقودية الذهبية. سالي، رح نبقى بعالم المعلومات الطبية، وبمساحتنا الأولى اليوم مثل ما ذكرنا بالمقدمة رح نحكي عن مرض بيعانوا منه الكتار، ويمكن أبرز أسبابه عم تكون نتيجة سلوكيات خاطئة، ويمكن الروتين ونمط حياتنا اليومي والتعب الإرهاق هي أبرز الأسباب اللي عم تكون سبب لمرض التهاب الأعصاب. خلينا نتعرف بمادة أو بفقرتنا الحالية على هيدا المرض، شو أسبابه، شو طرق علاجه. أكيد مع الدكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية وجراحتها. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور تامر. بالبداية مثل ما حكيت نرمين، أحيانا تكون سلوكيات خاطئة ممكن نمارسها، خلينا نقول ممكن العصبية الزايدة اللي نحنا الستريس اللي نحنا منحمله زيادة لجسمنا يخلق عنا نوع من الالتهاب الأعصاب اللي بعدين منحس فيه ومنعاني منه ونجي لعندك لنتعالج. خلينا نحكي عن التهاب الأعصاب. الحقيقة إذا بدنا نعرف التهاب الأعصاب، أول شيء لازم نعرف إنه الجهاز العصبي هو جهاز معقد أكثر ما ممكن نتخيله. نعم. يعني هو مسؤول عن كل تفاصيل حياتنا الصغيرة، بينقل معلومات من جسمنا بكل أماكنه، سواء الإحساس الخارجي، السمع، البصر اللي بنعرفه، الشم، الذوق، هدول الإحساسات اللي بنعرفها. وفي شغلات تانية ما بنعرفها، وضعية الجسم، وضعية العضلة، وضعية الإيد، وضعية حركة الأصابع، حركة الجسم، توازنه أثناء المشي، كلها هاي معلومات دقيقة بنقلها الأعصاب بلحظات، بثانية. دقات القلب تتنظم بالجهاز العصبي، حركات الأمعاء تتنظم بالجهاز العصبي. المقصد إنه الجهاز العصبي هو مثل شبكة واسعة من الأسلاك اللي بتتحكم بأدق تفاصيل الحياة اليومية بأجزاء من ملي من الثانية. هلا أي أذية ممكن تصير على جزء أو على كل الجهاز العصبي نحن بنسميها أو بنصنفها تحت التهاب الأعصاب. طبعا هون في نقطة بدي أوضحها، ممكن الكثيرين ما بيعرفوها، إنه التهاب الأعصاب ممكن بيجيني مريض اللي ما عطيتني مضاد التهاب واللي بقصد فيه الصادات مثل الأوغمانتين أو شيء. الحقيقة الالتهاب له عدة أنواع. أحد أنواعه واللي هي الأندر الحقيقة بالأعصاب إنه يكون جرثومي. إنه التهاب أعصاب بسبب وجود جرثومة بنروح بناخذ له مضاد جرثومي أو مضاد التهاب. الأشيع هو يكون التهاب ميكانيكي مثل بالديسك لما بضغط على العصب فبيصير التهاب ميكانيكي، أو التهاب مناعي مثل جيلان باري، مثل التصلب الويحي بيصير في عنا أذية مناعية بالعصب. وممكن يكون بسبب التهاب كيميائي مثل السكر لما بيلتهب بسبب السوربيتول اللي هو نواتج استقلاب السكر الخاطئ عند مرضى السكري. هدول أنواع الالتهابات هي الأشيع من الالتهاب الجرثومي. هون لازم نميز بيناتهم. دكتور، يعني حكينا عن أنواع مرض التهاب الأعصاب، خلينا نحكي عن أبرز الأعراض اليوم اللي عم بتكون، وكيف عم تتفاوت حسب درجة الحالة المرضية. هلا الحقيقة مثل ما قلنا نحن، طالما الجهاز العصبي متنوع فبالتالي الالتهاب الأعصاب ممكن يختلف أعراضه باختلاف المنطقة اللي أصيب فيها العصب أو اختلاف الوظيفة تبع هذا العصب. أبرز الأعضاء اللي بتصيبها. هلا نحن الحقيقة أبرز الأعراض بده يكون عنا الخدر والنمل لما بتنصاب الأعصاب الحسية، بيجي بعد الألم اللي بيكون بسبب التهاب العصب نفسه. بمرحلة متطورة ممكن يصير عنا شلل أو عدم حركة بالطرف أو بالعضلة المسؤول عن تعصيب العصب. إذا أصاب العصب البصري ممكن يصير عنا تراجع القدرة البصرية، أحيانا نقص بالسمع. حسب وظيفة العصب ممكن تظهر عنا الأعراض. في بعض الأعراض النادرة الأعصاب اللي بتعصب الأمعاء تلاقي عنا اضطراب بحركة الأمعاء، عنا اضطراب مثلا بحركة الكولون. هذا كله بسبب وجود التهاب بالعصب اللي بيعصب هاي الأعضاء. نعم.
دكتور يمكن أعراض كثيرة أحياناً المريض بيشخصها لحاله دون اللجوء للطبيب المختص، فبيلجأ لأخذ أدوية مثل النوربيون سواء كان حبوب أو إبر، هذا الشيء بيصير اجتهاد شخصي عنده، فممكن هذا ما يفيد لأنه في تشخيص معين لالتهاب الأعصاب مثل ما ذكرت حضرتك، غير الضعف بالعصب، غير أمور تانية. قديش مهم أنه نراجع طبيبنا، نعرف شو سبب، شو مشكلتنا نحن، ما نعالج حالنا هيك لمجرد ما انه نحن جارتي اخذت نوربيون فانا باخذ فطيب مثلها. قديش لازم ننوه على هيدي النقطه؟ هلا الحقيقه نحن كثير بنعاني من هاي الموضوع، خاصه انه يعني اشيع مثل ما كنا عم نقول اشيع موضوع التهابات الاعصاب اللي بنشوفها، مثلا التهابات الاعصاب بالاطراف تماما، يعني مثلا انه في ايدي عم توجعني او ايدي مخدره او ايدي منمله، فمن الروح مثلا او الم بنشر الغسيل مثلا عند ستات البيوت، بنشر الغسيل بحس الام بايدي برقبتي بالكتافي، بشتغل على المجلب بحس ايدي وجعتني او ايدي بلشت تتعب على الشغل، هون ببلش الخطا والخلط بين انه هو التهاب اعصاب بناخذ له فيتامين اعصاب ممكن يفيد ما ممكن يفيد. الحقيقة هون بمعظم هاي الحالات بكون المشكلة بالمفاصل وبالأوتار، العصب سليم ما فيه مشكلة، يعني مو المشكلة من العصب، بس العصب هو كونه مسؤول عن نقل إحساس الألم، فبيصير هذا الخلط عند المريض إنه أنا في آلام هون على مسير إيدي معناتها هذا عصب، لا هذا مو عصب، هذا العضلة أو الوتر. هلا موضوع إنه بنيجي بناخذ النوربيون، طبعا النوربيون نحن كلياتنا بنعرف إنه هو فيتامين بيساعد بتصنيع غلاف غمد العصب، طبعا نقصه ممكن يساوي عنا أعراض عصبية أو التهاب اعتلال عصب لنكون أدق بالتعبير الطبي، ولكن إعطاؤه وخاصة بكميات كبيرة ما بيحل المشكلة إذا كان الالتهاب ميكانيكي، يعني إحنا مهما أخذنا نوربيون ما رح يستفيد مريض الديسك إذا ما تعالج موضوع الديسك، طبعا علاجه بيجي غير موضوع النوربيون، في له علاجات تانية، مهما أخذنا ما رح يتحسن مريض السكري أو التهاب الأعصاب السكري إذا ما ضبطنا السكر، مهما أخذنا نوربيون ما رح يتحسن مريض جيلان باري إذا ما سيطرنا على الآلية المناعية اللي عم بتساوي التهاب الأعصاب. المقصود بهي الحالات إنه هذا العلاج هو مساعد متمم بيساعد على صحة العصب ضمن شروط معينة، ما هو علاج لالتهاب العصب، ما هو دواء لشافي لعلاج لالتهاب العصب. فمشان هيك نحن بهيك حالة الأفضل أنه نراجع طبيبنا ليحط أي نوع من أنواع الالتهابات هو اللي عنا، يعني نحن بأي فئة من هذه الفئات، بهاي الفئة نبلش نعالج السبب وبعدها منعالج النتيجة اللي هي التهاب العصب. نعم دكتور صالح، حكيت يمكن عن حالة الاجتهاد بمعالجة المرض، خليني روح على الحالة الثانية اللي هي الإهمال. ممكن كتير نشوف حتى بسيدات المنزل بالمطبخ عم ماسك السكينة، اجت أحد الأعراض أو على فترات يعني متباعدة صارت تعاني من الأعراض اللي ذكرتها حضرتك، حالة الإهمال بمرض التهاب الأعصاب لوين ممكن تودينا؟ الحقيقة هو الاجتهاد هذا الخاطئ هو جزء من الإهمال، يعني نحن كتير بيجينا حالات عنا التهاب عصب ناصف أو انضغاط عصب ناصف وصاير عنا خدر وتنميل بالإيد والست بتفيق بالليل وبتخد إيدها وبتاخد مسكن وبتنام على الموضوع ومثل ما قلنا بتاخد نوربيون بتاخد فيتاسري هالإبر الحمر وبتضل عم تاخدهم توصل لعنا يعني لدرجة في عندها ضمور بالعضلة منتهي، والموضوع انه هو التهاب اوتار ضغط على العصب، العصب تموت، والعصب مثل ما بنعرف نحن الخليه العصبيه خليه نبيله ما بتتجدد ما بتتبدل، بالتالي بس ما تموت العصب فالنتيجه بتكون غير عكوسه، يعني نحن بنعود هذاك الوقت نعمل عمليه بس ما لنا متاكدين تماما اذا رح ترجع وظيفه العصب 100%، ممكن ترجع 50-60%، لانه ليش وصلنا لمرحله الضمور؟ هذا جزء من الاهمال. الاهمال احيانا هو العلاج الخاطئ، اهمال عدم البحث عن طريقه للعلاج. هلا في اهمال ثاني انه نحن بنوصل للعلاج بس المريض ما بيلتزم بالادويه، مثل مرضى السكر والتهاب الاعصاب السكري هو اشيع انواع التهابات الاعصاب المشخصه يعني، فبالتالي نحن بس ما حطينا المريض على علاج بتلاقي المريض ما عم يقدر يضبط سكره، ما عم يلتزم بالدواء السكري، او مثلا نعطيه دواء لالتهاب الاعصاب بياخذوا فتره بيقول لي بيراجعنا بانه يا دكتور ما طبت ما تحسنت. طب ما انت داء السكري بحد ذاته
عم تاخذ دواء السكر وانت عارفان انه بس موقف دواء السكر رح يرجع يطلع ارقام السكر، وبالتالي نحن التهاب الاعصاب السكري هو جزء من منظومه داء السكري، فبالتالي انت اذا وقفت دواء التهاب الاعصاب السكري رح ترجع عندك اعراض التهاب الاعصاب السكري. هي جزء من الانواع الاهمال اللي بنشوفها. طبعا ما عدا العادات الخاطئه الكثير اللي بنشوفها اللي هي بتجي على الحركات اليدويه، اهمال الرياضه، بتلاقي مثلا كثير عندنا ستات البيوت عندهم نظام الحياه اليوميه فيه كثير ضغط على مفاصل معينه وعلى اعصاب معينه بدون اي مراعاه لحياه صحيه للجهاز العصبي. دكتور تامر، يمكن الاعصاب هي خلينا نقول عصب الجسم، هي قلب الجسم، يمكن ما فينا نحن الايدين القدمين اي شيء لك حتى الاسنان، العصب هو يعني العنصر الحساس خلينا نقول بالمعنى الادق. لاي درجه الانسان ما بيصير يهمل هيك شيء لانه الالم بيكون كثير كبير بهذا الاهمال. ومثل ما قلت بتوصل السيده، نحن عم نشمل السيدات كون السيدات هن ربات المنزل اللي بيشتغلوا بيجلوا بيمسحوا يعني لا ايضا الرجال، قديش مهم انه ما نوصل لمرحله ضمور بس نحس بوجع باعصابنا دغري نراجع الطبيب لما نوصل للجراحه. هلا حتى ابين لك موضوع اهميه الجهاز العصبي، نحن بنعرف انه اي مريض لا يعلن وفاته الا اذا كان عنده تموت دماغ اللي هو الجهاز العصبي المركزي، فنحن اي عضو في الجسم ممكن نستغني عنه او نبدله غير الجهاز العصبي. صحيح. لا يمكن صحيح. استبداله لا يمكن استغناء عنه. صحيح. بس ما صار عنا اثبات انه في وفاة دماغ او تموت بالجهاز العصبي المركزي، هذا معناته انه نحن عنا وفاة سريرية. صحيح. هذا ببين لك مدى اهمية الجهاز العصبي المركزي ومدى حساسيته. طبعا بنبع منه هالفروع اللي هي اسمها الجهاز العصبي المحيط اللي بتوزع على كل الجسم. هلا نحن هون عم نحكي انه في كثير من الحالات، في كثير من الحالات جزء منها بتجينا اهمال من الست المنزل، مو بس بالحياه اليوميه الروتينيه اللي هي الجهد الميكانيكي. نعم. لا، في احيانا حالات تجينا مثل ما قلنا مرضى السكر، احيانا مرضى الدرق، قصور الدرق اللي بيجيني المريض. نعم. كمان اهمال من الدمه الطويله بصير عنده اعتلال اعصاب واحيانا غير عكوس. بيجي الشيء الشائع اكثر هلا اللي عندنا اللي هو التوتر العصبي. قلنا أكثر من مرة بالحلقات هون أنه التوتر العصبي هو عبارة عن حالة بيكون الجسم فيها بيدخل فيها بإفراز هرمونات الشدة اللي هي النور أدرينالين والأدرينالين. هاي الهرمونات بتأثر على الجهاز العصبي المركزي، مو موضوع بس أنه أنا متضايقة ولازم حسن نفسيتي، لا، في هرمونات عم تنفرز وفي مواد كيماوية عم تنفرز بالجسم بهاي اللحظات. لحظات التوتر عم بتأثر بشكل سلبي على أعضاء الجسم. نعم. هلا هون نحن كمان كتير بنعاني من قصة إنه لا بأخذ مهدئ، لا ما بأخذ مهدئ، بيلزمني لا ما بيلزمني، ما بدي أتعود، ما بدي أدمن. عفوا يمكن دكتور يمكن بدي أخذ سؤال نرمين ونحكي على المهدئات. لأي حد المهدئ هو ضار بقدر ما هو مساعد على تسكين الألم، يعني قدي عواقبه خلينا نقول وخيمة. هلأ نحن هون برجع بقلك، نحن طالما عم نحكي ضمن سياق منظومة طبية مفروض ما بينعطى المهدئ إلا بخطة. يعني أنا مو هدف عندي أنه عندي توتر عصبي أخذ هذا المهدئ. هون يمكن عفوا دكتور ما يصير عادة يمكن أو يتاخد على فترة طويلة كمهدئ. هون إذا في خطة لو كانت على فترة طويلة، إذا نحن في خطة أنه نحن نأخذه ست شهور، بعد ست شهور نكون طلعنا من هاي الحالة أو تعولنا منها شلون نفكر بطريقة إيجابية، أو في ستيب تو نحن بدنا نوصل المريض إلى بعد هاي الست شهور. طبعا بنأخذه ست شهور وأحيانا سنة وأحيانا سنة ونص وسنتين. لأنه التوتر العصبي هو مرض مزمن. نعم. مثله مثل داء السكري، مثل داء الضغط، لا بل أنه التوتر العصبي في بعض الأحيان يتهم بأنه ممكن يكون عوامل من العوامل المهيبة للوصول لداء الضغط أو داء السكري. نعم. فبالتالي أنا الفكرة بدي وصلها أنه نحن هذا جزء من إهمالنا لصحة جهازنا العصبي، أنه نحن التوتر العصبي لازم نحله. هلأ مهدئات مع علاج بالطاقة الإيجابية، مع علاج بطريقة التفكير، مع علاج دعم نفسي حسب الحالة، حسب
ليش عندنا بانيك اتاك او نوبات هلع، او ليش شو التصنيف تبعها بتختلف من مريضه لمريضه. هذا كتير ضروري وكتير شائع عندنا هلا، كتير عندنا حالات توتر عصبي، كتير عندنا حالات عم نواجهها اكثر بكتير من 10 سنين. يعني نحن صار بدك تقولي 60% من مراجعينا عندهم يا توتر عصبي يا جزء من مشكلتهم تتعلق بالتوتر العصبي وإهماله على المدى البعيد. نعم دكتور، خلينا ننتقل يمكن للعلاج من هذا المرض، وخلينا نحكي عن الفترة الزمنية يلي بيحتاجها مريض التهاب الأعصاب ليمكن يشفى من المرض. ما بنعرف إذا هو مرض مزمن ولا يمكن الشفاء منه حتى. هلا الحقيقة هو له قسمين، في من التهاب أعصاب حاد وفي التهاب أعصاب مزمن. برجع بقول لك نحن التهاب الاعصاب اول خطوه وهي الاهم اللي لازم نعرفها انه نعالج شو السبب. سكري لازم نضبط السكر، نقص بي 12 نعوض بي 12، اذا في ديسك مفروض نشيل الضغط عن العصب، نشيل الضغط على العصب بعلاج فيزيائي، علاج ميكانيكي، علاج جراحي، علاج دوائي، هذا بيعود حسب السبب. هذا اهم جزء من اي علاج لالتهاب الاعصاب. شلون بنشخص هذا التهاب عصب او لا؟ من شخصه بتخطيط عصب كهربائي ممكن يعطيني انه ايه اوكي هون المشكله بالعصب، هون في عنا نقص، هون في عنا اعتلال جذور، هون هون نحن بنحط النتيجه، بعض الصور بنحط شو السبب اللي ادى لهالنتيجه، بنحط الخطه لهذا العلاج. هلا بكثير من الحالات يكون العلاج مزمن بكثير، لانه لنا اشياء الحالات والتهاب العصب سكري، فبدنا نعالج لمده طويله، بدنا نضل المريض يكون متعاون معنا لمده طويله، وفي احيانا نتائج منيحه بتجينا لانه التهاب الاعصاب مرض مؤلم جدا، مؤلم جدا، لانه صحيح. الم العصبي هو اشد انواع الالم. صحيح. التهاب الاعصاب مثلث توائم، الم الانتحار مثل ما بنسميه، المريض بيكون عنده رغبه بالانتحار من كثر الالم. هذا كمان نحن بالنسبه لنا علاجه علاج مزمن على مده طويله. هون ما فينا نعالج السبب لانه السبب غير معروف، فبنتجه لعلاج الاعراض، بنخفف الاعراض حيث المريض يعيش حياه اقرب للطبيعي. نعم دكتور تامر، يعني الحديث يطول معك، يمكن اليوم موضوعنا كان جدا حساس وجدا مهم ويمكن بهم الكثير من الاشخاص. نتشكر حضورك ووجودك معنا والمعلومات القيمه يلي فدتنا فيها دكتور تامر تامر، اختصاصي بالجراحه العصبيه. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور. بس قبل القهوه، العلاقه بالتهاب الاعصاب بتضر شيء ولا لا؟ هلا القهوه جزء من المنبهات، وكل المنبهات كثيرتها ممكن تأثر على الجهاز العصبي. طيب سالي، رح نشوف موضوع القهوة يمكن نحن خلال شهر رمضان الكريم كل الناس استفادت لها الصبحيات، لكن طقس القهوة يمكن هو من الطقوس الجميلة عند السوريين، وبتتعدد الأقاويل بين منافع وبين مضار له، لكن القهوة دائما مرتبطة عنا بحسن الضيافة والكرم وخاصة بالسويداء. رح نتعرف على هذا الطقس الجميل مع مراسلنا شام حمدان بالتقرير التالي. القهوة المرة والتي لا تكاد تخلو مضافة من مضافات محافظة السويداء من رائحتها، حيث تعتبر من أساسيات إكرام الضيف والترحيب به. كما تخضع القهوة المرة للكثير من الواجبات والمحددات بالنسبة للساقي والشارب. أول ما بدأت باليمن، اكتشفوها باليمن في شجر البن اللي موجود هناك، واسمها القهوة العدنية، أخذت شهرتها. بدأت الناس من قديم الزمان اكتشفت انه هذه القهوة يعني بتشكل شيء من الكيف لدى الناس والبسط وكذا، بدأوا يضيفوها بدل ما يضيفوا الشاي او غيره. على مر الزمن صار في إلها قيمة معنوية كبيرة، لانه سموها مشروب الغانمين، يعني مشروب كرام الناس. وجرت العادة عند عشائر العرب اللي موجودة بجزيرة العربية وفي منطقة العربية انه اللي يعمل القهوة هو الشيخ فقط، وباقي افراد العشيرة كانوا يسموه فريق او مضارب الخيام، يجوا القهوة عند الشيخ والضيف يجي لعند الشيخ، وتلتم الناس حول القهوة بهذا الديوان، او بسموها عندنا المضافي او المضيف عند البدو، وتتحدث بأمور العشيري، أمور القبيلي، أمور المجتمع.
من الأحداث اللي بتجري في عادات كريمي، عادات أصيلي. القهوة بالشعر هي الرجولة والكرم والأخلاق، فمنقول عن القهوة بعنوان القصيدة عذراء اليمن: عم نقول أذهلتني هالخريدة بسمارة، يوم شفتها ترقص بساحة المحامس، الوجه مثل القمر داير مدارة، يضحك لي ولا بدال بنوب عابس، يا سق الله يوم تاتي على العمارة، لوضعا بناملة أغلى المحابس، هي جميلة وتاخذ الأولى بجدارة، بالمحافل بالمضافي وبالمجالس، يوم تلفي كلنا نردد شعارة، هالجميلة غير ناسه ما تجالس. للقهوة المرة مذاق تحكيه العادات والتقاليد، وليبقى حسن الضيافة وإكرام الضيف عنوان السوريين أينما كانوا. نرمين، العشر الأخير من رمضان بيتميز بأجواء كتير حلوة، عجقة العيد، تحضيرات للعيد، الأسواق اللي بتكون مليانة بهيدا الفترة، سوق الحميدية بالذات عفواً صح على قلبك، سوق الحميدية بالذات يلي بيكون فيه كتير عالم وفيه كتير عجقة. حنتابع الأجواء بتقرير زميرتنا يارا عيسى. وانتم بخير بمناسبة يعني رح يخلص رمضان ويجي العيد، بتمنى منكم أهلي إنه تدعوا لي. والله الجو الحمد لله منيح، هلا والأصوات حركت شوي أحسن من الأولاني. إيه ما في أحلى من هيك، عجقة مشان العالم تحضر للعيد، بجهز أولادها وتجيب أغراض. أجواء رمضان حلوة وما في أحلى منه، وكريم يعني جو كريم الحمد لله وما في أحلى منه، بتمنى على طول يكون رمضان. جو رمضان حلو، الجو السوق الحمد لله كثير ممتاز، شايفة انت الاجواء، العالم مبسوطه الحمد لله، الاسواق كثير منيحه، كلام انتم بخير وبلدنا كلها بألف خير. احلى شيء العشره الاواخر لانه بكون الواحد متهيئ للعيد، يعني بده ينزل على الاسواق ويشوف العالم طلعات والفوتات، بس احلى شيء بعد الافطار. جو رمضان جو حلو كثير كثير يعني، وجو لطيف كثير كثير يعني، السوق حلو كثير يعني، ما في مثل جو رمضان احلى من هيك جو يعني، في خاصه بالشام، الأصالة، المحبة، التآلف، الشيء يعني بالمدينة اللي موجود بالشارع يعني موجود محل تاني. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. العشر الأواخر يعني إنه عجقة، بيصير في عجقة، العالم كلها نازلة تشتري أواعي للعيد، وإنه العالم كلها بتكون فرحانة بالعيد يعني، الواحد بسما وقت يصوم ما عاد يحس بالصيام لأنه العالم يعني في بهجة للعيد. والله جو رمضان كله بشكل عام يعني حلو، ينعان علينا والشعب السوري كله ياته بخير والصحة والسلامة، يعني جو كتير حلو. أجواء رمضان يعني أجواء كتير حلوة هون، وما شاء الله العالم كله مبسوطة وفرحانة بأجواء رمضان وبالعيد، يعني كل العالم عم تستقبل وجاهزة عم تستقبل العيد يعني. هلا أنا بحس العشر الأواخر يعني توديع لرمضان، وبتحسيهم كتير صعبين سبحان رب العالمين، يمكن لأنه فيهم ليلة القدر. كتير حلو رمضان، وعن جد هيك تحسي انه احنا حزنانين كتير لانه حلو رمضان. ان شاء الله هيك الامان، ويعني الجو كتير حلو يعني، سوريا ان شاء الله تضل بخير على طول. جو العيد طبعا اخر 10 ايام اجواء سرور وبهجه وفرح يعني، وان شاء الله هيك يعني دائما بعمل الامن والسلام على سوريا، ورمضان الجاي ان شاء الله احلى بتكون، سوريا بخير وامورنا تمام ان شاء الله. سالي عم تتابع المسلسلات بعدك؟
هلا بصراحة احكي صراحة لا ما في وقت ما في وقت ما في وقت بس في كتير عالم يمكن بشهر رمضان الكريم المسلسلات هي طقس عندهم. وصلنا يمكن للختام الموسم الدرامي الرمضاني وصلنا للحلقات الأخيرة. عم تتنوع الآراء بين ناس تابعت مسلسل بين لا بطلت التابع. والزخم الرمضاني والمسلسلات كانت هي السنة كتيرة. اليوم موضوع الدراما السورية رح يكون تحت مجهر صحافتنا المتخصصة مع الصحفية سعاد زاهر رئيسة القسم الثقافي في صحيفة الثورة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. رمضان كريم. كل سنة وأنتم سالمين. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم أكيد عليك يا أستاذة سعاد. يعني مثل ما حكينا أعمال متنوعة, أعمال دراما كانت السنة هيك مثل سفرة رمضان فيها كل شيء. بس الشخص اللي بيحب شغلة بياخدها. خلينا نحكي عن هذا التنوع, كان في كم ولكن هل كان في نوع؟ طبعا على صعيد الدراما السورية 2019 يعتبر من وجهة نظري أنه انعطافة, وانعطافة كتير مهمة للدراما السورية. هلأ طبعا مقارنة مع الأربع خمس سنوات الماضية حاليا في انعطافة كتير مهمة, وبعتقد أنه حتأسس لشيء كتير مهم. هلا اذا اعتبرنا الدراما السوريه مرت باربع مراحل, بالستينات والسبعينات مرحله التاسيس, بالثمانينات وبدايه التسعينات مرحله الرساء الركائز والانتشار الافقي, بال95 انه مرحله اللي انتشرت عبر الفضائيات وقت صارت ثورة الفضائية وانتشرت فيها وترسخت بالوجدان العربي. ورغم أنه بالفترة الأزمة الدراما السورية بين كر وفر بتلاحظي أنه ظلت مطلوبة عربيا, وحتى المسلسلات اللي ما كانوا يشاركوا فيها السوريين بشكل كلي بشكل خالص, يعني كان يأخذ مخرج من هون, كانوا يأخذوا مخرجين سوريين, يستعينوا بمخرجين سوريين بالدراما بعدة أنواع, بدنا نذكر هلأ بعدة أماكن. نعم. فالدراما السورية هلأ أنا حسب وجهة نظري هلأ نحن عم نعيش المرحلة الأهم. ليش؟ هلأ هي المرحلة الأهم لأنها كتير شيء مختلف إنك تقدمي شيء تكوني مانك عايشتي, عم تكتبي عنه, عم تشغلي خيالك, ذخيرتك, فكرك, الثقافة. بينما أنه لما بتكون هلأ هي الانعطافة الدرامية أنه خارجة من عمق الوجع, نحن لسه أرواحنا مكسرة مهشمة, لسه عم تنزف بعد هالحرب, نحن عم نحاول نكون صلبين نورجي أنه نحن ما في شيء ونحن أقوى من الأزمة, بس فعليا بالعمق في شيء داخلي كتير مكسر ومهشم. هلأ هي الدراما وبهي الانعطافة هون بقى أهميتها أنها تقدر تجذبنا من هي الأرواح الـ 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 مزعجة نوعا ما, تحاول تشفينا, تحاول أحيانا فكرة, احيانا حاله نفسيه معينه انت بتكوني بحاله نفسيه محبطه, بتجيك حاله نفسيه, بتجيك امل معين بشدك منها بيطلعك منها. هذا هو دور الدراما على الصعيد الانساني, عدا عن المضامين الفكريه, عم نحكي انا على جوانب روحيه وجوانب انسانيه. هلا طبعا هي الانعطاف اللي لازم تكون فيها الدراما السوريه ما أنا صعبه, وما أنا بعد ما اللي شفناه السنه وكمل المسلسلات الكبير والمهم نوعا وعلى صعيد النوع والكم, فبعتقد ان هي قادره تقوم فيها, خاصه ان هي اشتغلت الدراما السوريه اشتغلت بظروف كتير صعبه. هلا بتحسي نحن كمان اشتغلنا بظروف وبحالات صعبه, فبتيجي لما بتيجي الظروف عاديه فمعناها لازم نعطي لسه هي الظروف اللي هي لازم كمان نشتغل شيء اهم واقوى. فهي اكتسبت الدراما السوريه نوع من النيران خلال السنوات الازمه اللي راح بعتقد انه يخليها تكون تقدم شيء بالمواسم القادمه شيء مهم. هلا اذا بتكون ندخل بالشيء التفصيلي للدراما السوريه خلال المسلسلات اللي السنه قدمتها, المسلسلات السوريه هلا كان في مجموعه كبيره من المسلسلات ممكن تتابع. احيانا بتحسي مسلسل كلي ما انه عاجبك بكليته اخراج ونص واداء, بس انه في مثلا بطل معين عم يشدك, ملبح درامي ما. هلا من اهم المسلسلات اللي عرضت السنه, بس ما بعرف اذا بدي خرج نقول انه مظلم حدا, بس ممكن نذكرها نعطيها. هلا من الاهم الصراحه مسافه امان للمخرج الليث حجو, فيه تكامل عناصر من ناحيه الاداء, النص عم يلامس الازمه, الازمه الحديثه, فعم تمسنا. يعني تلاقي الشخصيات انه عم يحاولوا, امبارح في سلافه مع مار عم تمر بحاله انه في حاله انكسار معين عم تمر فيها, فكمان شخص انه كان مخطوف اخوه, فبيسند راس على راس انه قلت له انا عم بسند وجعي على وجعك. يعني ففي شيء عم الفكره حلوه انه في شيء عم يعمل حالات وملامح دراميه
طازجة عم نقدر نحس فيها. فمن هون هذا السر اللي إنه حسينا مسافة أمان يمكن قريب للمشاهد. هلا كتير في فرق بين إنك أنت تعيشي مع دراما مفرغة من الهموم، إنه تسلية مفرغة من الهواجس، وبين دراما عم تلامسك فكريا وروحيا ومن كل النواحي. في عندك كمان بشكل مختلف كمان، بس إنه متقن، يعني هو بعيد عن مسافة أمان، عندما تشفيق الذئاب المأخوذ عن رواية جمال ناجي الكاتب الفلسطيني الراحل. جمال ناجي كمان فيها شغل كتير مهم. هلأ في شيء بدي أذكره من الظواهر، إنه الوجوه الشابة هلا من المسلسلات اللي متابعتها، في ثلاث وجوه كثير عم تشتغل بطريقه حلوه. في عندك هيا مرعشلي عامله دور عندما تشيخ هالبنت، انه بتحسيه عم الفنانه عفوا انه عم يمكن شفناها بحله جديده او بطريقه تمثيل، عم تجدد ادواتها، عم تجدد حالها سنه بعد سنه. فعامله شغل كثير حلو، زواج فتاه صغيره برجل 60 يعني يؤدي دوره علي كريم عندما تشيخ الذئاب. امبارح بتلاقي قال جايب لها اطلات طيبه، فهي انه مو هون هواجسها، بورجوكي انه من خلال هاي الملمح انه هي وين هواجسها كوحده بدايه العشرينات، وهو هذا الشخص اللي عايش هي الهواجس ومنتهي فيها. كان حتى عم تضوي على الظاهره تفاوت الاعمار يعني بالزواج، يعني ظاهره مهمه. بدي اطرق لنقطه مهمه يمكن مرقت خلال حديثك، نحكي عن الدراما يمكن اللي بتلامس هموم المواطن، او ما بدي اقول هموم، بحس المشاهد قريبه منهم. بدنا نحكي عن ظاهره الدراما المشتركه، هي اللي كانت نتيجه سنوات يمكن سابقه خلال الحرب. كيف بتنظري اليوم لهي الصناعه اليوم؟ حتكون مستمره؟ يعني ناس فينا نقول اربع او خمس اعمال يمكن دراما مشتركه، في شيء كثير نحسه بعيد عنا، وفي شيء متابع بحكم انه جزء اول او ثاني او ثالث كان الناس حبيته. كيف تنظري لها الصناعه بالمستقبل؟ هلا هي الدراما المشتركه انه سالتيني هي مستمره رح تتواجد؟ طبعا قطعا هي مستمره. هلا انت عايشه معاها الدراما المشتركه مثل الحصار الدرامي اصلا. هي انه اللي عم تطلب هذا المطلوب بهذا الظرف حاليا بهذا الجو، هو هذا المطلوب. مطلوب انه دراما مشتركه، امكانيات عم تضخ بشكل عم يكلف مسلسل 2 مليون دولار. تخيلي لو هي المصاري عم تروح لشيء هادف لشيء مهم. طبعا هي فكريا مفرغه، بس هي بتجيد الجذب مظاهر عندها ابهار، مثل بتحسي انه مثل مارد مثل العملاق اذا صح التعبير. كل اكسسواراته حلوه، لبسه حلو، شكله حلو، كل شيء فيه مكتمل، اما من جوا هيكل مفرغ، هيكل حتى وقت بيروح على قضايا مهمه، وقت تروح الدراما المشتركه على قضيه مهمه بتحسيها مثل موسيقى خلفيه بتمر عليها مرور الكرام، مثل اكسسوار. يعني ما في شيء عميق. هلا في شغله غريبه صارت، انه من شي حوالي 10 ايام او اكثر كمان تسربت قصه احد المسلسلات، ما راح اذكر اسمه، بس قرينا القصه كلها وحتى النهايه وعرفنا شو بده يصير. ومع هذا انه في متابعه لهذا المسلسل، معناها انت عم تتابعي الابطال شو حلوين، كيف عم يروحوا عايشين بهذا القصر، عايشين عم نتابع شيء خارج الشكلاني. فهي الدراما عم تدعم هذا الشيء الشكلاني. هون خطوره هي الدراما. قد عم تفرغ قديش ما في وعي مهم، قديش ما في فكر. نحن قطعا كسوريين نحن ما عم نمشي بهذا الاتجاه، عم يكون في دراما مغايره عم تشتغل على النوع، عم تشتغل على المضمون. في بعض الانواع عم تساير السوق وعم تساير لغه السوق، بس في بعض انواع عم تحافظ على مكانتها. نعم. وهذا السر انه التميز بالدراما السوريه. نعم، يعني خلينا نحكي، يمكن حكينا انه كان في كم وكان في نوع، ولكن هل هناك تفرد بالسيناريو والنص؟ مثل ما بنعرف مرقنا بسنين حرب، فكان شيء بيشبه بعض. سنة كان في تفرد بالسيناريو بالنص، كان في شيء مميز عن الآخر، ما بيشبه الآخر، هي النقطة بدنا نوضحها. هلأ عموماً يعني نحكي على الصعيد العربي، لأنه نحن ما فيك أنت تقولي بس الدراما السورية، لأنه الدراما السورية موجود ضمن الدراما المصرية، الدراما اللبنانية، أكيد. الدراما المشتركة. أكيد. فنحن عم نعيش ضمن حلبة إذا بتقولي فيها موجود كل الأنواع، وفي صراع خفي، في صراع معلن. هلأ الشيء الخارق ما لقينا طبعا، ما لقينا انه شيء مميز، شيء خارق، شيء انه اللي بيقدر يشدك كليا، مثل انه انت احيانا يوم تكوني عم تشوفي فيلم
بضل بمخك بتشوفي 10 مرات ما بتملي. صحيح. بس انت قدرانه تشوفي مشهد درامي مرتين او ثلاث مرات؟ معناها في شيء صار، في شغل للاسف، يعني انه في شغل يفترض انه بهذا الوقت بهذا العصر بهي الظروف يصير في شغل اعمق، في تحديات كثير قدام الدراما مو بس السوريه حتى العربيه. انت عدا عن احنا كسوريين عندنا تحدي خاص فينا نابع من عمق ازمتنا، في عندك هذا العصر المتسارع، العصر الذكي، الذهن التكنولوجي اللي كل شوي عم يخترع لك شيء جديد، عندك تحدي الدرامات الموجوده، عندك تحدي المحطات اللي عم تفرض الانواع اللي هي بدها اياها اللي بتوافق مزاجها وعم تدخل لها كل شيء وعم تسحب الاموال عن الشيء الهادف. أكيد. في عندنا مجموعه تحديات، فبالتالي انه هلا ما فيك تبرر تقولي ليش ما عم يظهر هذا المميز، هذا الشيء اللي كثير مهم، ما انه تبرير انه ما عم يظهر، لازم انه يظهر، بس يمكن بده انه ظروف افضل. تماما. خلينا نحكي كمان عن موضوع كثير مهم هو ظاهره الاجزاء المتكرره اليوم، انه برايك هي الظاهره هي صحيحه للدراما؟ يعني كان في مثلا مسلسل الفصول الاربعه، هذا المسلسل اللي بنحضره كثير حلو، بنحضره مره واثنين وثلاثه كانه عم نحضره اول مره، هو كان جزئين. في مثلا اعمال مثل بكره احلى، في اعمال انتظار، تمام، ضايعه في يعني في مسلسلات قد ما حضرنا منها كانه عم نحضره يمكن اول مره. بالدراما الحاليه لاحظتي هيك عمل وصل لهي السويه؟ هلا نحن نفهم قصه الاجزاء واولويتها واهميتها. بدي اسرحكم مثال غربي له علاقه بمسلسل ما بعرف اذا متابعينه، مسلسل بريطاني امريكي اسمه صراع العروش، اكيد سمعتوا عنه، حتى اللي مو تمام معروف. هلا هلا هذا انه لو تشوفي انه ليش مبرر انه يصير له اجزاء، يعني انا بدي اسقط حاله مهمه على الحالات اللي عندنا وانه نعمل مقارنه. هذا في احد المشاهد انه مثلا بدي اذكر لك مشان تشوفي قديش عمق التاثير، انه بيطلع على احدى الطاولات نسيانين، يعني خطا، هو خطا اخراجي انه نسيانين قهوه، امبلاج قهوه بيشبه امبلاج احدى الماركات المعروفه بالقهوه. تخيلي انه خلال فتره قصيره بينباع منا 2 مليار و300 مليون لهي، انه شوفي الاسعار اللي تركوا عند الناس. وقت توقف المسلسل، هلا الموسم الثامن خلص الشهر الماضي صراع العروش، وقت توقف في تقدم حوالي مليون عريضه لحد هلا، تصور ما صار له زمان متوقف، انه لا انه نحن الموسم الثامن ما عجبتنا الحكي، ما عجبتنا القصه، ما عجبتنا النهايه، قتلوا البطله، فنحن بدكم تعيدوا الانتاج كله. فهلا من قبل ما اجي انا كنت عم بقرا انه عم يطمنون هدول الجماهير انه احتمال يكون في موسم تاسع. فهلا هي انه صار مطلب، صار في ماركه 2 مليار دولار، الحلقه كانت بالموسم الاول تكلف 6 مليون دولار، هلا بتكلف 15، يعني انه في شيء متقن على صعيد النص. هلا هو ماخوذ عن روايه لجورج مارتن كاتب بريطاني، هي الروايه حققت على المبيعات عن اغنيه الثلج والنار. فهلا هي يعني انه لقوا مطلب طبعا بيناسبهم، نحن يمكن هون تشوفي ما يعجبك انه تحسي انه ما بيلامسني، يعني بيلامسهم. فنحن وين المسلسل اللي من اجزاء اللي حقق اول شيء على صعيد فني وعلى صعيد تاثير الناس وحتى على الصعيد التجاري؟ نحن ما بننفي ونقول انه هي بالنهايه الدراما صناعه رابحه وتجاره، بس انه هي صناعه رابحه وتجاره ما بيلغي البعد الفني والفكري والعمق والتاثير. صحيح، والقرب من المشاهد، يعني عوامل كثيره اليوم نحن كمشاهدين سوريين ما بنقبر او ما بنقدر نغفر للدراما السوريه ترجع ورا. في سوية معينة تعودنا عليها خلال السنوات الماضية المشاهد بده إياها؟ هلا قطعا إن شاء الله ما رح ترجع لورا، بس كمان إنه في البعض بيصير بيطالبك إنه بدنا إياها ترجع قبل ما كانت قبل 10 سنوات، كمان هذا نوع من الخطف خلفا، يعني كمان إنه إحنا إذا رجعنا مثل قبل 10 سنوات ما رح تكون بنحس فيها ولا بتلامسنا. إحنا ما عم نلاحظ إنه موجود هذا الشيء إنه ترجع، إحنا يعني خاصة السنة تفائلنا وفي قفزة نوعية حكيت لك من خلال مجموعة كتير من شغل متكامل الإخراج وعلى صعيد النص، على صعيد الأداء، الممثل السوري عم يشتغل بطريقة كتير قديرة ومميزة واحترافية. نعم، مقابل نجاح العديد من المسلسلات عم نشوف أيضا، ما رح نقول فشل، عم نشوف في أعمال ممكن نتعب عليها، ولكن مثل ما تفضلتي ما كان في ظروف ملائمة لانتشارها، ما كان في مصاري. دائما نحن مشكلتنا هي المصاري والمادة والتمويل والإمكانيات اللي نحن عم نشتغل فيها، مثل ما بيقولوا إنه مثلا إنه ليش إنه
صبايا حلوين على الشاشة، ليش تظلمون؟ نحن عنا إمكانيات محدودة ضمن الظروف المحدودة، ضمن بلد عاشت 7 سنين و8 سنين حرب، ما عنا هالتمويل يلي عم تقدر تموله دول الخليج يلي هي تسويق حتى صار يمكن والتسويق. خلينا نحكي هذا الظلم يلي عم بيصير لأي عمل ولشاشاتنا بشكل عام. هلأ هون بدي أذكر مبادرة قامت فيها مؤسسة الإنتاج، نعم. مشروع خبز الحياة بيستلم مديرة زيادة الرئيس من حوالي 2 أو 3 أشهر، أنا حضرت له بحد اللقاءات وانكتب عن هذا الموضوع كتير في عامل مشروع، يعني بلامس هون إنه هذا نحن إنه عنا وجع. بدي أحكي لك إنه عن هذا المشروع لحتى تشوفي إنه في حدا عم يحاول إنه يعمل شيء إنقاذي لهي الدراما، نحكي شيء له علاقة بالأمل، ما بدنا نحكي إنه بالجوانب أكيد المظلمة أكيد أكيد. فهي هون دور مؤسسة الإنتاج التلفزيوني طبعاً في هذا المشروع السنة مقدم حوالي 5 مسلسلات، هن شيء 40-45 عنصر مؤسسة الإنتاج التلفزيوني، شغلوا حوالي 1500 شخص. الفنانين اللي بقيوا هون اللي كانت فرصهم قليلة اللي هاي عم تحكي عن يعيشوا هاي الحالة، كان في فرصة انه يشتغلوا بهي من خلال هاي الأعمال. صحيح. من ناس من ورق عن الهواء والجو. هلأ خبز الحياة كتير مشروع مهم، هو كخطوة أولى أعتقد انه هو خطوة أولى رح تتبعه خطوات أهم وأعمق وتشغل لسه مجموعات أكثر وتعطي فرص يختبروا إمكانياتهم، فإنه نحن بدنا نضل عم نشوف الجانب الإيجابي اللي إنه ننهض من وسط الركام. أكيد. خلينا نحكي عن موضوع بخص طرقتي عليه، هو النجم. يمكن في شخصيات يمكن صار لها زمان بتشتغل دراما سورية ولكن بأعمال معينة لمع نجمة. خلينا نحكي اليوم موضوع التسويق أو اختيار الممثل السوري. قديش في ممثلين سوريين عن جد عندهم إمكانيات، عن جد عندهم قدرات، عم ينظلموا، ما عم ينعطوا حقهم. نحكي شوي عن ظاهرة الشلالية اللي عم بتكون للأسف موجودة. انت هلأ خليتيني اتذكر في ممثلتين يعني أنا شايفتهم كثير مؤثرات، ما بعرف إذا متابعين أدوارهم. في عندك عاملين كاركترات يعني هلأ بعدين بنحكي على ظاهرة النجوبية، هلأ بدي أحكي لك على ظاهرة الممثل اللي متقن دوره، المؤمن بدوره. عاملين كاركتر كتير حلو. في عندك حلا رجب بهوى أصفر عاملة اللي أخذ دور الزوجة المعنفة، فعاملة شخصية فعلا كتير ملفتة. كمان عاملة بمسافة أمان شخصية نور المنكسرة عاطفيا بالبداية، بعدين بيجي يوسف بيأدي دوره يوسف قيس الشيخ نجيب إنه بتنتشل من هذا الانكسار. في عندك كاركتر كتير مهم كمان عاملته سوسن أبو عفار كمان بمسافة أمان، بتكون والدتها لنادين تحسين بيك مريضة الزهايمر عم تأدي باقتدار رهيب. فهدول الممثلتين أنا بعتقد من اللي إنه عم يشتغلوا على نمط معين بهدوء بس له نجومية مختلفة عن هاي النجومية الساطعة اللي أنت بعتقد إنه كان قصدك عليها، إنه هاي اللي هلا هذا موجود وبيعطي قيمة للعمل وبيعطي إضافة وفيك تقدمي. لكن الأسماء اللي ذكرتيها حضرتك لما نشوف أدائهم بالمسلسلات ما فينا ما نوقف، ما فينا ما نقول برافو، ما فينا ما نشوف ونحن مقتنعين ومستمتعين. وهي عملت رصيد هلا عملت هي سواء عند حلا أو حتى هي ذكرناها. وفي أنس طيارة كمان عامل شخصية عزمي بي عندما تشيخ كمان عامل أخذ هو 3 أدوار بس هذا كمان دور ملفت. فهدون عم يشتغلوا على هاي الكاركترات ما فيك ما يكونوا ملفتين بالنسبة لإلك. هلا النجوم هاي الصناعة والدراما المشتركة فيها أجور غالية طبعاً. يعني إحنا بنستغرب أحياناً أنه يا الله نجم كتير مهم، ليش أنه عم يروح كأنه عم يشتغل بس فيديو كليب؟ في أجر عالي وفي ضخ أموال. نعم، رغم أنه ما كتير تابعنا في عالم ما تابعت مسلسلات، لكن اللي بيطن بإذني هو مسافة أمان، هو أصفر، وأيضاً قلبي أشامي. أنا هدول اللي بعرفهم اللي انعرضوا برمضان غيرهم ما ليس معنا فيه. قديش كمان البيئة الشامية كان لها دور، كان مثل سلاسل ذهب، كانت بسمع ماما عم بتقولي سلاسل ذهب في بشار الشام في عطر الشام وغيره، يعني هدول اللي حافظتهم. خلينا نحكي عنهم شوي. هلا هي الظاهره كمان هي كيف الدراما المشتركه، هي ظاهره مطلوبه رمضان يمكن هي بالضبط هي مطلوبه بالسوق، هي خاصه عربيا بيحبوا هاي اللهجه بيحبوا هاي الطقوس، فهي انه هي عم تحاكي لغه السوق. بس هو انه الذكاء عنا انت
هون صناع الدراما السورية انه عم يحاولوا انه يرتقوا، مثل هلا في مسلسلين عندك شوارع الشام العتيقة اللي هو انتاج مؤسسة الانتاج التلفزيوني، وعندك سلاسل ذهب، هلا هدول في ممثلين قديرين عم يحاولوا الحكاية تكون مختلفة، بس الصراحة بسلاسل ذهب لا بتحسي انه في شيء مكرر بيشبه الى حد ما اللي صار بوردة شامية. بس في شخصيات لافتة، شخصية كاريس بشار بذهب، وشخصية كاريس بشار بمسافة أمان كمان عاملة دور كتير مهم، عم تشتغلي على الشيء الداخلي بالشخصية. تابعنا من يومين يوم بيرجع زوجة من لم الشبل، كيف انه خلص انكسرت هاي العلاقة وبعد عم ما تتصلح انه صار بده وقت. يعني كمان كاريس بشار مشتغلة بدور سراب، بدي اقول لك سراب لكن اخذت على لساني انه كاريس سراب، انه تسقط فيها هاي الشخصية لانه مديتها بطريقة متقنة. في عندك بالسلاسل ذهب شخصية كمان لافتة بسام كوسا، شخصية صحيح. مهيوب هذا الشخص اللعوب المادي كمان هي مشتغل عليها بطريقة جديدة، ففي تجديد بالبيئة الشامية، بس ما عم تكون يعني عم تقدر تقدم الرسائل اللي نحن بنطمح لها كدراما سورية. أكيد يعني الحديث يطول كتير عن الدراما السورية وعن صناعة الدراما السورية، يلي ما شاف الأعمال يمكن مثل سالي خلال شهر رمضان الكريم أخذ الفيدباك. لا، أنا حضرت أول حلقتين ثلاثة يعني إذا في أعمال حلوة صار اليوتيوب مفتوح وصار فينا نرجع نشوف هاي الأعمال كلياتها. صحفية سعادة زاهر رئيسة القسم الثقافي بصحيفة الثورة، شكرا كتير إليك. أكيد نشكرك أستاذة سعاد على المعلومات اللي فتينا فيها، فتي المشاهدين على المتابعة اللي متابعتيها أكيد لجميع الأعمال الدرامية. كل الشكر لك، نورتي صباحنا. شكرا كثير وكل سنة وأنتم سالمين. سالي صارت الساعة 11 وصار الوقت لنروح لغرفة الأخبار لنعرف آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية. شكرا لك نيرمين، صباحك خير، ولك أيضا سالي. مشاهدينا موجز لآخر وأهم الأخبار. صباح الخير. أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة، وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح. وذكر المصدر أنه في تمام الساعة 3:22 من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق. وأضاف المصدر أنه في تمام الساعة 4:10 فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقية، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود آخرين بجراح، إضافة إلى بعض الخسائر المادية. وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على أوكار إرهابي جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي، موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين. فقد استهدفت وحدات من الجيش تجمعات وأوكار لإرهابي تنظيم جبهة النصرة في محيط قريتي كفر عويد وإحسم بريف إدلب الجنوبي، وأسفرت الرمايات عن تدمير عدة أوكار وتجمعات للإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين. كما قضت الوحدات في الجيش العربي السوري بضربات صاروخية ومدفعية على عدد من إرهابيي جبهة النصرة في محيط خان شيخون والهبيط وقرية الشيخ مصطفى بريف إدلب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا في أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس واعتقلت 25 أسيرا فلسطينيا محررا، كما اعتقلت شادي المطور أمين سر حركة فتح في القدس. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين أثناء عودتهم من المسجد الأقصى المبارك.
في خبرنا الأخير، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران لا تستسلم أمام قوة البلطجة الأمريكية، كاشفا أن واشنطن تراجعت عن تهديداتها بإسقاط النظام في إيران. أكد روحاني أيضا أن القوات الأمريكية توقفت في المياه الدولية على بعد 400 ميل وتراجعت عن تهديداتها العسكرية، وأنه لا يوجد حاليا أي حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج. وشدد روحاني في تصريحاته على أن طهران ستنتصر على الأعداء بوحدتها وانسجامها. انتهى الموجز مشاهدينا، أما هلأ معكم وبرفقتكم بنرجع لزميلاتنا لمتابعة صباحنا غير. سالي ونيرمين رجعنا لكم. شكرا ليمونة ويسعد صباحك عن جديد. سالي وين رح نروح هلأ؟ رح نروح لحلب شهباء يلي عم تشهد انطلاق مهرجان رمضان الأول التراثي اللامادي الذي نظمه فرع حلب للأمانة العامة للثوابت الوطنية. تفاصيل عن أبرز الفعاليات اللي ضمنها هذا المهرجان بتقرير مراسلنا وليد هنايا. يلا قوم يلا قوم وحد الحي القيوم بعد الحمام الغار والعنكبوت بلا شباب وقرار النبي المختار. نظم فرع حلب للأمانة العامة للثوابت الوطنية المنتدى الاجتماعي والفكري الدائم للأمانة مهرجان رمضان الأول للتراث اللامادي من خيال الظل والمسحرات والحكوات وصندوق الفرجة. فبدأ الحفل بالوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، إضافة لعزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. وشمل الحفل أيضاً مقطوعات فنية مع آلة وترية وضعت أبناء الشهباء وسط أجواء رائعة. مهرجان إحياء التراث اللامادي، في عنا عرض لخيال الظل، في عنا عرض للمسحراتي، عرض للحكواتي، في عنا عرض لصندوق الفرجة. راح يتم طبعا من خلال المهرجان اللي عندنا اليوم ان شاء الله. طبعا في انشاد ديني، مدائح، يعني نوع من الغناء الصوفي اللي رجع فيه الناس لايام زمان اللي بصير بايام رمضان. نحن هلا بالعشر الاخير من رمضان والناس هيك له خصوصيه هي ولها روحانيات خاصه بحلب، فرجعنا الناس لهي الاجواء. راح يترافق مع المهرجان هذا اليوم تكريم لثلاثه من قامات المسرح، قامات المسرح السوري اللي قدموا لها المسرح كتير. مناسبة جميلة، وأن نعيد التراث بصورة جديدة وبالتالي نصل الماضي بالحاضر وبالمستقبل أيضا. الأجيال الجديدة ينبغي أن تعرف هذا التراث وبجوانبه الفنية والأبعاد المختلفة فيه يعني. واليوم نحن نلتقي معا من أجل هذه الاحتفالية بعروض متعددة، ومن ثم نرى الإبداع الفني ونرى أيضا نفسا نحو المستقبل، وهذا هو المهم. أشكر أمانة الثقافة للثوابت على السهرة الحلوة الجميلة الرمضانية. الشعب الحلبي أثبت للعالم أنه عمد الأرض الحلبية كلها بالدم، وما زال ثابت وما زال يعطي ولم نتوقف حتى النصر. نحن مجتمعين اجتماع أدبي، وعلى ودتنا الثوابت الوطنية على هكذا اجتماعات دائمة. نتمنى أنه من جمهور الحضور أو جمهور النظارة وحضور هذا المهرجان كل السعادة اللي عم يحاولوا بالثوابت الوطنية يصدروها ويكرسوها من خلال الأدب. بعد ما تعافت حلب من رجس الإرهاب بفضل انتصارات جيشنا العربي السوري المغواري اللي منحط كل أملنا فيه، اليوم نحن قاعدين هون لنثبت أنه مهما عملوا سوريا رح تضل أم الكل، وحلب أم الطرب والجود. من الرينات القرن الماضي، يعني أول أميناتنا أنا كان عمري 11 سنة، كنا نجتمع يعني أنا وبين الحارة ونلعب اللعبات الحلوة، مثل الدوش مصارى، الدوش، عسكر عربية. أقيمت هذه الاحتفالية لتكون هذه المناسبة فكرة ثقافية لا مادية يعيشها أبناء حلب ليالي شهر رمضان المبارك.
سالي وصلنا لمحطتنا الأخيرة يعني مع فقرة جميلة جميلة وحلوة كتير بتتميز بطابع الأنثوي. رح نحكي عن عالم الهاند ميد مع صبية بتتميز يمكن أو قدرت تخلق لمستها الخاصة بعالم الهاند ميد. اليوم هوية جديدة قدرت ضيفتنا أنه تخلقها لإلها لتحول هالمعدن لأفكار جديدة ومبدعة تحملها قطع الإكسسوار. فمن خيال الإكسسوار تخطى التزيين ليكون لمسة خاصة ممكن تحملها الصبية بمظهرها اليومي. تفاصيل رح نعرفها مع ضيفتنا وهي مصممة الإكسسوار ومتخصصة بمجال العمل اليدوي سارة عبود. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا سارة. صباح الخير. بداية نحن وعم نحط الغراض أنا ونرمين هيك قلنا شو الشغلات الحلوة يعني ومنهم هدول الشغلات يلي كتير موضة. رح نبدأ نحكي عن هيك قطع. هلا هيك قطع فيها تميز فيها تفرد بشغلة وقطع مميزة. كيف اجت على بالك وقد عم تاخذ هيك الفكرة معك مو الشغل الفكرة قبل الشغل؟ تمام. صباح الخير كمان مرة تانية. هلا القطع تقريبا اغلبيتها عم تجي الفكرة من الشغلات اللي نحن بنلبسها بشكل يومي. يعني نشوف شو دارج بالموضة شو العالم هلا اكثر شيء عم بتحب شو كل فترة شو بتحمل صيف شتاء هاي الشغلات ونحاول نطبقها على ديزاينات تكون بسيطة وخفيفة بنفس الوقت ومعنا مكلفة كتير بحيث تقدر كل الصبايا يعني يحصلوا على يحصلوا منهم ويلبسوا منهم. الفكرة بتبدأ انه انا اول شيء بدي اعرف شو بدي اعمل. يعني الحلق له فكرة طق له فكرة طقم له فكرة فبدي ادور اول شيء انا على شو عم ساوي اول شيء واشتغل على فكرته. احيانا بحاول ادخل خط عربي احيانا بحاول ادخل رسمات زخارف ارابيسك عربيه احيانا بنروح للشغلات البسيطه اكثر فراشات قلوب الشغلات الدارجه يعني بشكل عام بالموضه. هلا بتحب الفراشات كثير والورود كمان. خلينا نحكي سارة عن مشروعك جايا يمكن فكرة الاسم اليوم وقديش بيعني لك هذا المشروع كصبية هيك باول عمره بلشت مشروع الخاص. جايا هو كان حلم هيك صغير وحاولت اني كبره من فترة شوي معنا كتير قريبة بلشت بدراسة تصميم المجوهرات وحاولت بعد فترة طور هاي الموهبة اعمل شغلات فيها لمستي انا. بلشت انه لازم يكون في مثل علامة تجارية بتميز هذا المشروع فطلع مشروع جايا. هلا اسم جايا هو جايا هي آلهة يونانية وهي آلهة الطبيعة او الآلهة الام. وكونه أنا دائماً بعتمد إنه بتصميمي اللي عم ساويهم دائماً يكون في شيء مكونات من الطبيعة. يعني لما عم اشتغل بالفضة بحط أحجار كريمة لما يعني بأي شيء بمكونات المعادن بحاول دخل معهم أحجار كريمة بالنهاية كلها مكونات طبيعية. عم حاول كبر هذا المشروع إن شاء الله بوقت قريب إنه يصير نستخدم فيه خشب وصدف بحيث إنه نقدر ندخلهم على الإكسسوارات اللي بنلبسها كمان بشكل يومي. فكان هذا الاسم أنسب شيء وأقرب شيء للفكرة اللي عم نشتغل عليها. أكيد يعني سارة كتير حلو هذا الاسم كتير حلو شبابنا تبلش بحلم صغير وهالحلم يكبر ما في شيء ببلش هيك شوي شوي لنوصل للي نحنا بدنا اياه. يعني إن شاء الله بيكبر هذا المشروع. عم نشوف أيضا مدخلة صدف مثل الأكسسوار اللي حاططي يعني صدف اللول وهدول الأشياء اللي بتعطي رونق لأي قطعة يلي بتضيف لمسة يمكن ما كتير العالم فيها أزواق هي الشغلة ولكن قديش هيك إلها هيك لمسة خاصة فيها. أكيد كتير يعني بالنهاية أحلى ما أنا ضل عم بلبس شيء سادة أو شيء فأني أنا أدخل لون تاني أو روح تانية بقلب القطعة إن كان لولو إن كان صدف حتى اللولو أكثر من لون صار متوافر. الأحجار الكريمة التانية اللي عم بقدر أحصل عليها بشكل صغير مو بالشكل اللي نحن متعودين عليه. يعني نحن متعودين مثلا على الحجر الروبي لنقول بشكل كبير او بقطعه كبيره فهلا صار انه لا موجود بقطع ناعمه مثل اللي مدخلينهم بالطوق فبقدر استفيد منهم اني بحيث كمان تكلفتهم بتكون اقل وبنفس الوقت عم باخذ انا روح ثانيه او جديده بالقطعه. صار يعني مثل ما حكينا بالمقدمه انت اعتمدتي الفضه كمعدن لتشتغلي فيه. مثل ما شايفين يمكن على الطاوله في الاساور حلوين في شيء لونه ذهبي وشيء فضي. خلينا نحكي شوي عن الاحجار اللي استخدمتيهم عن الديزاينات انت اللي بتطلعي فيهم او بتشتغلي منين بتستوحيهم.
تمام. هلا انا بلشت المشروع بانه استخدم الفضه بشكل اساسي، لانه الفضه بيساعد كثير اني انا احصل على الموديل اللي بدي اياه، يعني مثل الذهب هو معدن بيساعدني انه احصل على اللي عم دور عليه. بس في قطعه ثانيه لقينا انه حلوه تكون عشوائيه ما تكون كثير جالسه، وهي فلجأنا للنحاس. النحاس بقدر هو خفيف الوزن، بقدر اتحكم فيه مثل ما بدي واتحرك فيه مثل ما بدي، فلجأنا انه نعمل موديلات بنحاس ونغطسها بمية الذهب لحتى تعطي اللون الذهبي. هلا الاساور الذهبيه والخواتم هن نحاس شغل ايد ومطليين ومغطسين بمية الذهب. وكمان حاول ادخل عليه ان كان احرف عربيه او احجار، في شيء مدخل عليه احجار شواروفسكي، في شيء مدخل احجار كريمه، حسب بقى انا الفكره اللي عم اشتغل عليها. هلا كمان لما بدي اختار الفكره، يا اما بتكون الفكره مرسومه عندي وبحاول الاقي القطع اللي تلبق لها او الحجار اللي تلبق لها، يا اما بيكون عندي حجر حلو فانا بحاول اني الاقي له موديل يلبق له. يعني بيكون الحجر انت لما بتشوفيه هو كتير جميل، فانا بدي الاقي له ما معه فكره، يعني فبحاول تمام ما بدي ضيع جماليته، بدي شيء يظهره، فبحاول استغل على فكره تظهر جماليه هذا الحجر. هاي بالنسبة للأفكار. ومثل دائما يعني دائما في موضة عم تطلع، في شيء جديد عم يطلع، مثلا موضة الصدف كانت موضة عالمية لمصمم كتير شهير طلع هاي الموضة وصارت دارجة كتير، يعني حتى شكل الوردة صار على اسمه. من هون بلشنا نستوحي الأفكار. حتى الطوق اللي بيجي على طاقين كتير عم نشوفه موضة، يعني عم نشوف طوق موجودين كمان موجودين، ايه عم نشوف على قد الرقبة. يعني ايه تماما، يعني على نفس الفكره حلوين كثير على فكره. طهد كمان حتى اللون البوردو، يعني مثلا مثل هيك زخرفه. خلينا بس ناخذها على الكاميرا نرمين. اكيد يعني مثل ما قلنا مدخله هون بهي القطعه يمكن لونين، البوردو واللون الكحلي. كحلي جاي، يعني هي القطعه يمكن مثل ما قلت بتلبق على كل شيء. رائعة. قديش اخذت معك وقت تقريبا شغل؟ هلا مثل هاي القطعه بتبلش بالرسمه، يعني انا عندي رسم هاي الزخرفه او اني ارسم هو كف همسه او كف فاطمه، بياخذ وقت اني انا ارسمه وطلع الزخرفه اللي بقلبه، ارسمها بشكل متناسق تكون متناسمه مع السماكات اللي انا بدي اشتغل عليها. بعدين بالورشه اكيد هن اللي بينفذوا لي هذا التنفيذ بحيث يقصوا لي اياها على الفضه. بنبلش ندخل الاحجار بالسناسه. هلا اختيار الالوان بيعتمد على الزمن او المناسبه او هي. ببدايه الربيع كانت الالوان كلياتها فيروز وازرق ولولو، لانه بدنا شيء فريش طالعين من الشتويه وبدنا شيء هيك يحسسنا بالصيف. هلا شوفي على الصيف اكيد الفيروز موجود. مثل هذا تماما على ريشه، مثل الريشه تماما. حاولت بس هلا كونه عيد والمناسبه شوي رسميه بنكون لابسين ثياب مرسمه اكثر، فاني حاول ادخل الالوان الارسم الفيروز. يعني فكره كثير حلوه. حلب سوريا الشام تمام. يعني هي اي حدا من برا بده ياخذ سوفونير فبتطلع كثير حلوه. يعني عم نشوف بالتفاصيل القطع عم تحاولي دائما توصلي رساله منها. اكيد دائما بحاول انه لما بدي اشتري القطعه تضل عندي، ما بس البسها ويضيق خلقي من شكلها او تغيرت الموضه اني غيرها. فلما عم حاول اعمل شيء عم حاول اعمل شيء مستوحى من زمان، من هلا، من الشيء اللي عايشينه. فهي الخواتم حتى فينا نحفر عليها اسم او ذكرى معينه بحيث انه تضل تتاخذ هديه مثل ما قلتي، تضل هيك ذكرى حلوه عند الشخص. يعني ساره قطع مميزه وجميله فردتي فيها، يمكن احنا الهاند ميد بالذات له طابع خاص. يمكن كان بلشتي انت بموهبه، ولكن هالموهبه مو بس كانت مجرد انه هي بس موهبه، لا انت كفيتي دراستها وبديتي بمشروع غايا اللي ان شاء الله بيكبرنا. نتمنى لك كل التوفيق. بدنا نشوف شغلك ايضا، تكوني معنا هيك بشغل ومشاركات ايضا بعدة بازارات. نورتي صباحنا، ميرسي لك. شكرا كثير لكم، صباح الخير. شكرا ساره، اكيد لقائنا معك رح يتجدد خلال الحلقات القادمه. اهلا وسهلا. ما هلا مع هالتصاميم الجميلة نرمين وحلقتنا المميزة لليوم بيكون صباحنا وصل لختامه. بدنا
نتمنى لكم بقية نهار يحمل كل الحب كل السعادة وكل الطاقة الإيجابية. رح نودع رمضان ولكن ما رح نودعكم، رح نبقى على الموعد معكم. صيام مقبول، افطار شهي وسلفا، كل عام وأنتم بألف خير. سالي بدي اتمنى لك باقي نهار سعيد، واكيد لكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب باقي هذا اليوم يحملكم تفاصيل المحبه السلام والبحبوحه لكم مشاهدينا. موعدنا معكم بتجدد، ومن قصر اللؤلؤ لاقونا بكره بتمام 10 صباحا. تبقوا بالف خير، باي باي.